الحمد لله تفرد عزا ومجدا وجلالا وتقدس بهاء وسناء وجمالا وتوحد عظمة وكبرياء وكمالا. تبارك ربنا سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار أزكى الأنام ومسك الختام وبدر الكمام خير من صلى وصام وتعبد لربه وقام وطاف بالبيت الحرام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأعلام وصحابته الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم التمام. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر قولوها بلا وجل وزينوا القلب من مغزى معانيها. الله أكبر بها ستعلو على أفق الزمان لنا غايات عز نسينا كيف نفديها. الله أكبر ما أحلى النداء بها كأنه الري في الأرواح يحييها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إنكم في يوم تبسمت لكم فيه الدنيا أرضها وسماؤها شمسها وضياؤها. صمتم لله 30 يوما وقمتم لله 30 ليلة ثم جئتم إلى مصلاكم تكبرون ربكم على ما هداكم إليه من دين قويم وصراط مستقيم وصيام وقيام وشريعة ونظام. وقد خرجتم إلى صلاة العيد وقلوبكم قد امتلأت به فرحا وسرورا تسألون الله الرضا والقبول. أيها المقبولون هنيئا لكم وأيها المردودون جبر الله مصيبتكم. في هذا العيد العظيم تتصافى القلوب وتتصافح الأيدي ويتبادل الجميع التهاني. وإذا كان في القلوب رواسب خصام أو أحقاد فإنها في العيد تسل فتزول. وإن كان في الوجوه العروس فإن العيد يدخل البهجة إلى الأرواح والبسمة إلى الوجوه والشفاء. كأنما العيد فرصة لكل مسلم ليتطهر من درن الأخطاء فلا يبقى في قلبه إلا بياض الرفة ونور الإيمان. لتشرق الدنيا من حوله في اقتراب من إخوانه ومحبيه ومعارفه وأقاربه وجيرانه. إذا التقى المسلمان في يوم العيد وقد باعدت بينهما الخلافات أو قعدت بهما الحزازات فأعظمهما أجرا البادئ أخاه بالسلام. أيها المسلمون عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإن من أعظم التشاحن والتدابر أن يعق الولد أو البنت والديه أن يعق الولد أو البنت والديه أو أحدهما فذلك ذنب عظيم لعن الله فاعله في القرآن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأي رحم أقرب من الوالدين؟ فيا أيها العاق ويا أيتها العاقة اعلما أن رضا الله في رضا الوالدين. قرن الله طاعتهما بعبادته فالحذر الحذر من العقوق. وإن من العقوق رفع الصوت عليهما وإحداد النظر إليهما والتأخر عن قضاء حوائجهما حتى يتضجرا. أيها المؤمنون أيها الموحدون الصلاة الصلاة حافظوا عليها واحفظوها فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين. وهي الركن العملي الأول من أركان الإسلام فحافظوا عليها رحمكم الله جماعة وأدوها في وقتها واعتنوا بها ولتكن من أهم أموركم. فإن علامة حب الإسلام
الإسلام العناية بهذه الصلوات والاهتمام بها. أدوا زكاة أموالكم، حجوا بيت ربكم الحرام، تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بسائر الطاعات وأصناف العبادات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الآباء والأمهات، رسالة أوجهها إليكم في هذا اليوم العظيم: اتقوا الله في أولادكم، كونوا قدوة لهم في الخير، أبعدهم عن قرناء السوء، تابعوهم في صلواتهم وخلواتهم وجلواتهم، كونوا الرقابة المكثفة المقرونة بمشاعر المحبة والحنان والشفقة، حذرا أن تتسلل إلى الأسر ألوان من الغزو الفكري والأخلاقي فتهدم ما بنيتموه وتنقض ما شيدتموه من الخير والفضيلة والهدى والبعد عن الرذيلة والشر والردى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رسالتي إلى شباب الإسلام: أنتم أمل الأمة المشرق وعدة المستغفر الوضاء ورجال الغد المتلألئ، عليكم القيام برسالتكم، قوموا بواجبكم، اعرفوا مكانتكم، تمسكوا بدينكم، وتلاحموا مع علمائكم، واسلكوا النهج الوسط، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وحذار من الاسترسال في الغفلة والشهوات والانخداع بالشبهات، واحذروا وسائل الشر، فالمتربصون بكم كثير، واحذروا أن تقعوا فيما نصره لكم من الفخاخ فهم لا يرضون إلا بإفسادكم، بل إنهم ينفقون أموالهم من أجل إفساد الأخلاق لدى الشباب والشابات. الشباب هم عنوان النماء، وهم سبيل البناء، وخير اعتمدت عليه الشعوب والأوطان. الشباب مصدر للقوة ومنطلق للخير ومشروع للحضارة وميدان فسيح للعطاء. الشباب دفاع عن الدين وعز ترفع راياته في كل حين، وسيف موصلة على الباغين المجرمين. من أجل هذا كله كان لا بد من شباب كف عزيز في مبدئه، واضح في مقصده، جليل في توجهاته وأفكاره. نريد شباباً يغيروا التاريخ ويبدلوا الواقع وينيروا دروباً طال بها الزمن وهي تشكو الظلام. نريد شباباً همه سام سمو الجبال، وأمله عال علو القمر، وأمانيه ظاهرة طهارة العفة والنقاء. نريد شباباً متعلقاً بالله متبعاً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سائراً على خطى الأبرار من الصالحين الأخيار. رسالة إلى الآباء والأمهات: فهذه رسالة بريدها الصفاء وطابعها الإخاء وعنوانها الإشفاق. أرسلها إلى كل أب وإلى كل أم رزقهم الله البنين أو البنات، لكي يعلموا خطورة الأمر وعظم المهمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن مهمة تربية الأولاد عظيمة، يجب على الآباء والأمهات أن يحسبوا لها حسابا ويعدوا العدة للقيام بحقها، خصوصا في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن واشتدت قربة الدين وكثرت فيه دواعي الفساد، حتى صار الأب مع أولاده كراعي الغنم في أرض استباع الضارية، إن غفل عنها ساعة أكلتها الذئاب. فهكذا الآباء والأمهات إن غفلوا عن أولادهم ساعة تاهوا في عرق الفساد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان. فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم سوف تسألون، فليعد كل منكم للسؤال جوابا. فكل من وهبه الله نعمة الذرية وجب عليه أن يؤدي أمانتها بأن ينشئهم تنشئة ويربيهم تربية إسلامية ويتعهدهم من رعوبة أظفارهم. ففتى اليوم سوف يصبح أبا غدا وفتى
الإنسانية، لكننا نلاحظ أن كثيرا من الآباء يهربون من هذه المسؤولية ويعرضون أبنائهم للضياع ويتركونهم للانحراف. وكم من ولد جر على أهله الخراب والدمار لسوء أدبه وقلة حيائه، وكم من فتاة ألحقت بأسرتها الخزي والعار لأنها تركت بلا رقيب وسارت في رب الشيطان بلا حزين. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. رسالة إلى الأبناء، يلاحظ اليوم في كثير من الأحيان تدهور العلاقة بين الأبناء وآبائهم، فلم يعد الأبناء ينصتون لتوجيهات الأبناء الآباء ونصائحهم، بل تعدى الأمر ذلك إلى الاعتداءات الجسدية بالضرب وغيره، فضلاً عن الإهانات النفسية والمعنوية. أيها الولد، لقد أصبحت شاباً رجلاً، لم تعد في معظم أحوالك تحتاج إلى شخص آخر يرشدك أو يوجهك أو يمد إليك يد المساعدة، لأنك صرت عاملاً أو موظفاً أو تاجراً، ودخلك المادي يلبي مطالب حياتك، وهذا من فضل الله عز وجل عليك ونعمته. وقد أنستك رحمة الحياة زحمة الحياة وانشغالاتها والديك، فلم تعد تفكر فيهما وتتفقد أحوالهما إلا نادرا. أنسيت أيها الولد المتاعب التي واجهتهما حين كنت صغيرا عاجزا؟ أنسيت أمك التي حملتك حتى أعدودب ظهرها، وأن المسكينة كانت تجوع لكي تشبع أنت، وتشقى لتسعدك، وتتجرع الألم حتى يصيبك حين يصيبك المرض، ووالدك الذي أنهكه الكدح من أجل توفير حاجيات معيشتك؟ أما تتذكر الأوقات التي كان يتناوبان على حملك ومكابدتهما من أجلك، من أجل أن تتعلم وترقى في تعليمك؟ كم كان يفرحان حين تنجح، وكم كان حزنهما شديدا حين تصاب بالفشل؟ تذكر أنهما قد قاما بواجبهما نحوك على الوجه الأكمل، وأنهما قد أديا الرسالة بسهرهما على رعايتك من كل جانب، واعتبرا صلاحك ونجاحك في الحياة عزا لهما وفخرا. والآن جاء دورك أيها الولد لترد الجميل بالجميل، والإحسان بالإحسان، والرحمة بالعطف وخفض الجناح، خاصة أنهما قد كبر سنهما وضعف قوتهما، وأصبحا في البيت وحيدين، وهما في الحاجة إلى من يخدمهما ويفي بحاجاتهما. واعلم أن في زيارتك لهما سرورا وفرحا عظيمين، وفي قضاء حوائجهما راحة لهما وطمأنينة، وفي الإحسان إليهما عزا لهما ورفعة. لا تنس أنك حين يرضى عنك والداك يرضى عنك الله عز وجل، ففي رضاهما عنك رضا الله، وفي سخطهما سخط الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. رسالة إلى كل زوجين، فإن الزواج رباط وثيق وميثاق قليل، والحياة الزوجية إنما شرعت لتستمر. ولهذا مدح الله المؤمنين فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إن الحياة الزوجية ليست معركة بين الزوج وزوجته، ولو اعتبرناها معركة فكلاهما خسران. الحياة الزوجية شراكة وحب ومودة وسكن وتضحية، وسعي كل طرف لراحة الطرف الآخر. وقبل أن أطالب بحقوقي يجب علي أن أقوم بواجباتي. إنه ينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها وهي راضية بأمره، وعلى الزوج أن يأمرها بما يكون عونا له على أن تقبل أمره
بسكون وحب واستقرار، فكما أنها مأمورة بطاعة الزوج فهو كذلك مأمور بحسن المعاشرة والإحسان إليها وعدم تكليفها ما لا تطيق. أمة الإسلام، النصر لهذا الدين رغم الكيد الكبار الذي كاده المشركون والكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، والمستقبل لهذا الدين. فالإسلام دين خالد ينبض بالحياة والقوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والإسلام لا يموت ولا يقبل الاستسلام، بل يتجدد ويتمدد ويناضل. صحيح أنه قد ينزوي في بعض الأحيان كما انزوى إلى بيت ابن الأرقم، إلا أن أتباعه لا يفقدون يمينهم بدولة المدينة النبوية وما حققته من نصر وفتح وكمال للدين. فالإسلام قادم، وهذا وعد الله، وهذا وعد من الله رغم أنوف المشركين والمنافقين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المسلمون، يأتي العيد وأمتنا تعاني من جراحات طائرة وأزمات حالكة طاهرة، فكم في أمتنا من شريد وطريد وكمد كئيب، قد افترش الهم وتوسد القلق وحسير كثير، قد قص بريقه وخنقته عبرته، وقد ادهم بنا الخلق وهن على الناس هوانا عظيما، وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى مصحتها. أيها الأحبة، وآخر الآلام وأم الأحزان وفاقرة الزمان، وما يعجز اللسان عن وصف الأحداث الأليمة التي نشهدها ونشاهدها في غزة وفلسطين، إن كلمة مأساة لا تستطيع أن تعبر عما يحدث الآن على أرض غزة في فلسطين، لكننا ربما لا نجد كلمة هي أشد أسى منها، فهي كارثة، بل نقول طامة، بل نقول إنها فاجعة. فإن الأمر من جميع هذه الكلمات أفظع وأشنع وأخطر، ووالله لو اجتمعت كل هذه الألفاظ ومعها أضعاف أضعافها من الجمل والتعبيرات لما استطاعت أن تصف ما يحدث هناك في غزة. وكيف تصف الكلمات حقدا أسودا وكراهية حمقاء وبغضا مميتا يتقاطر من الطائرات ويردف من الدبابات ويرمى من المدافع؟ وكيف تصف الكلمات رعبا يستولي على قلب طفل صغير كلما صف سمعه صوت قذيفة أو سمع دبيب مجزرة أو خطف بصره انفجار قريب منه؟ أي كلمات تستطيع أن تصف فجيعة أم نامت وقد التقم رضيعها صدرها ففقدت بيتها بصاروخ، فاسودت الدنيا أمام عينيها وما استيقظت إلا وأنفاس وليدها خامدة وهي تحت الأنقاض قد دفنت حية لا تسمع ولا ترى. إن كل كلمات الدنيا وجميع لغاتها ومجموع ألسنتها يعجز أن ينقل إليك شعور أن ترك أولاده يتضاربون من الجوع وخرج من بيته يجلب الطعام فلا يجد، يبحث عن الماء فلا يجد، يبحث ويسأل عن الدواء فلا يجد. فلما حن له قلب أحدهم فاقتسم معه القليل الذي يملكه من الطعام، وعاد الأب ليطعم أولاده إذا به لا يجد من بيته إلا هدما وأحجارا، لا يجد إلا حطاما وأنقاضا، فيلقي ما بيده ويبش الحطام بيده وأظافره عله أن يجد أحدا من أبنائه أو بناته حيا. أيها الإخوة، لقد فضحت حرب غزة المنافقين المتاجرين بدماء المسلمين، وتستحق هذه الحرب أن نسميها بالفاضحة وأن نسميها بالكاشفة، لأنها كشفت وعرضت وفضحت المنافقين أفرادا كانوا أو جماعات أو حكومات وحتى القنوات الفضائية. وهذا ما رآه الناس كالشمس في ضحاها، بل لم يسجل التاريخ قضية تجمعت فيها الأحقاد العالمية وبرزت فيها المتناقضات الدولية وتجلى فيها التلاعب والعبث.
كما سجل في قضية فلسطين عامة وغزة خاصة، ولم يسجل التاريخ قضية أسوأ من الانخداع لخطة الأعداء في دحرجة قضية فلسطين من دائرتها الإسلامية الواسعة المتينة إلى متاهات وحفر من الوطنية والقومية والمذهبية والحزبية والإقليمية والشرقية والغربية. فهذا ما يحدث، فيجب علينا أن نقوم بواجبنا تجاه إخواننا في فلسطين، أن نقوم بدورنا تجاه ما يحدث لهم بأقل أو بما نستطيع من قدرات ومن إمكانيات، ونبذل كل الأسباب لكي نخفف ما حل بهم من ظلم ومن إجرام ومن فساد. نسأل الله أن يرفع عنهم ما حل بهم. تصافحوا في هذا اليوم العظيم، تزاوروا وصلوا أرحامكم، وسلموا على بعضكم حتى تتحات خطاياكم كما يتحات من الشجرة اليابسة أوراقها. فسننتظر بعد الصلاة ليسلم بعضنا على بعض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، وخلص أهلنا في فلسطين وغزة مما هم فيه من ظلم وبلاء وكرب عظيم. اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين، ونسألك صلاح الحال وراحة البال لنا ولجميع المسلمين. ولا تنسوا صيام 6 شوال، فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.